لكن احنا هنا اليوم من بعد ذاك الحكم الجائر اللي صدر اول امس ضد هاجر ومن معها، وحنا هنايا باش نطالبوا باطلاق السراح الفوري ديال هاجر وديال المتابعين معها. نحن هنا نعتبر ان الحكم هو حكم جائر بامتياز، كل الدلائل تبين بان هاجر بريئه وبان الاعتقال ديالها كان اعتقال تعسفي. كنا ننتظر ان يتم انصافها وانصاف المتابعين معها، فاذا بالمخزن ياخذ قراره بوضعها وتركها داخل السجن، ولهذا يجب ان نستمر في رفع رايه المطالبه باطلاق سراح هاجر ومن معها. اليوم هاجر هي عنوان ديال التعسف اللي كتعيشوا البلاد ديالنا، ديال التعسف المسلط على الصحفيين والصحفيات. هاجر هي ضحيه ديال الاراء ديالها، ديال المواقف ديالها الصحفيه الشجاعه، ولهذا ارادوا ان يعاقبوها. ونحن من جهتنا نطالب بمتابعه المسؤولين عن اعتقالها. اليوم الذين يجب ان يتابعوا ليس هاجر وانما المسؤولين عن اعتقال هاجر.